بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل الجزء الأخير من محاضرة هذا الأسبوع حول التعريفات الثقافية. فرانس بواس ذكر أن الاختلافات الثقافية لا تقوم إطلاقا على العرق والجنس، لأنه إذا قامت على هذا الأمر فهي يعني الحقيقة بقت مبرر أكتر للتفرقة العنصرية مش للتفرقة الثقافية. فضلا عن أن الثقافة شيء مكتسب، فيعني طالما أنها ليست شيئا غريزيا، ده شيء مكتسب، فكيف يمكن أن نبرر الاختلاف، مرجع الاختلاف الثقافي للعرق أو الجنس؟ يتفق معه حول هذا الأمر تعريف مهم أيضا، هو تعريف دوركايم، وهو أيضا من ما يمكن أن نسميه عمدة التعريفات في هذا المجال. هو مش تعريف، هو تحديدا أيضا توضيح لمسألة الاختلافات الثقافية. لا وجود لشعوب بدون ثقافات أو لشعوب طبيعية، كل شعب له ثقافته الخاصة. هذه الثقافة لا يشترط أن تسير نحو ما هو أكثر رقيا، لكن من وجهة نظر ثقافة أخرى تعتقد أنها أكثر رقيا وتطورا، ربما ترى أنها منوطة بتطوير ورفع كفاءة ثقافات الشعوب الأخرى. إذن مفيش مجال للتفضيل هنا، وكأنها هناك ثقافة أفضل من ثقافة. لا، يعني هذا غير موجود في رأي دوركايم، في رأي فرانس بواس، وفي رأي العديد من الباحثين، وهو ما نتفق معه أيضا. يعني طيب، يبقى احنا النهاردة في المحاضرة إذا أردنا أن نتحدث أو نتذكر سريعا، تعرفنا على كلايد كلاكهون ونيلر، وقلنا أن هم ركزوا على الجانب الحياتي والمعيشي ووسائل الحياة، نوم، الأكل وما إلى ذلك. دكتور فاروق ذكي يونس أضاف إلى ذلك العوامل الجغرافية والبيولوجية. تعرفنا أن التعريفات الثلاثة السابقة أكدت على إمكانية تعايش ثقافتين داخل مجتمع واحد. تايلور كلمنا عن أنه لا، وكمان لازم نحط في الاعتبار الجوانب العقلية والروحية والمنتجات والفنون. هنا توقفنا عند سؤال مهم، وهو يا ترى وسائل الحياة والمنتجات المعرفية وما إلى ذلك هي نفسها الثقافة، أم أنها تجلي لاختيار ثقافي معين؟ علشان أنا ثقافتي ثقافة معينة، فأنا بنام بالطريقة الفلانية، بشتري شيء معين، برتدي شيء معين، أفضل قراءة نمط أدبي معين. هل هي دي الثقافة ولا ده تجلي للثقافة؟ كلمنا أيضا عن أنه بعض تجليات أو مظاهر الثقافة المادية الملموسة يعني لا يشترط أن تكون صريحة، يعني بعض السلع التي أرغب في شرائها لا أتمكن لظرف اقتصادي معين. هذا يعني أن هناك أيضا أشياء ضمنية لكنها خاضعة للمفهوم، مفهوم الثقافة. ثم ذكرنا في النهاية أنه لا يوجد اختلافات ثقافية بناء على العرق أو الجنس أو أي شيء، أو حتى درجة التعليم وغيره. الحقيقة إنه الثقافة شيء مكتسب وليس غريزي، وتحدثنا عن إنه مفيش ثقافة أكثر رقيا من ثقافة أخرى. ده باختصار يعني أهم التعريفات اللي يجب أن نتوقف عندها، وأهم النقاط التي تشكل نظرة تقليدية أو مدخل تقليدي للثقافة. بكده تبقى محاضرة هذا الأسبوع انتهت، ولقائنا هذا الأسبوع انتهى، وأتمنى بمشيئة الله أنه خلال الفترة المتبقية حتى الأسبوع القادم، أن احنا نكون يعني أثرنا هذا الأمر في ذهننا. وأرجو أنه أي أسئلة أو أي اقتراحات أو أي استفسارات طبعا أرحب بها، وأرجو أنه لا يتردد أحد في مراسلتي فورا لأي توضيح أو أي استفسار. الآن موعدنا مع السؤال الخاص بهذا الأسبوع، وأنا
كما ذكرنا يعني احنا بنحاول ان احنا نطرح اسئلة يبقى فيها اعمال للذهن اكثر من حفظ التعريفات او شرحها او غيره. ومن ثم فهو سؤالنا ببساطة انه في ضوء التعريفات السابقة، كل التعريفات المادية والروحية والأفكار الخاصة بالاختلافات الثقافية وغيره، في ضوء ما استعرضناه خلال محاضرة هذا الأسبوع، نريد أن نفسر هذه الصورة ثقافيا. يعني هذه الصورة هي لعالم طبعا مشهور هو شامبليون. شامبليون هو العالم الذي فك رموز حجر رشيد في مصر، وفك رموز حجر رشيد ترتب عليه انه العديد من رموز اللغة الهيروغليفية المصرية باتت مقروءة او مفسرة، يعني تمكن من تفسيرها، وبالتالي بدأوا يقدروا يقروا الكلام المكتوب على جدران المعابد، يقروا الكلام اللي موجود مكتوب في الاهرامات طبعا بدون شك، الكلام اللي مكتوب في حجر رشيد نفسه وهو عليه رموز هيروغليفية. يعني الهيروغليفية كانت تكتب بالصورة رموز يعني. فهذا العالم نجح في تفسير اللغة الرموز الهيروغليفية أو ما عرف برموز حجر رشيد الذي عثر عليه وقام هو بتفسير رموز. لكن العجيب أنه زي ما أنتم شايفين في هذه الصورة، هذه الصورة في فرنسا في أحد الميادين أو الشوارع هناك، صنع تمثال لهذا العالم وهو يضع قدمه على رأس أحد الفراعين. يعني اختلف في مين هو الفرعون ده، لكن أيا كان أحد فراعين مصر ممن تمكن هو من فك شفرة اللغة الخاصة به. فالحقيقة أن الصورة غريبة، يعني هو تمكن من تحقيق إنجاز علمي لا شك في ذلك، هو مذكور يعني الراجل بكل خير وبكل ثناء في كتب التعليم المصرية وفي المجلات المصرية والمجلات المصرية والدوريات المصرية، يعني مفيش أي مشكلة على الرجل، لم يوجه إليها أي إساءة. لكن حينما أرادوا هم أن يعبروا عن منجز هذا الشخص، عبروا بهذه الطريقة اللافتة والغريبة والتي تحتاج تفسير في ضوء التعريفات الثقافية التي ذكرناها اليوم. يعني ربما نحتاج أن نتوقف حول هذا النمط، يعني ما هذا النمط تحديدا في التعبير عن انتصار شامبليون، أو هل كان شامبليون أساسا في حالة صراع ولا في حالة معركة علشان نوصل لهذا الصورة أو لهذه الصورة الغريبة. يعني إن شاء الله في الأسبوع القادم نحاول أن نضع تفسير مقنع وأكثر إقناعا لهذه الصورة، ويسعدني بالتأكيد أن أتلقى إجابتكم أجوبتكم خلال الفترة القادمة قبل محاضرات الأسبوع القادم. أشكركم شكرا جزيلا، وأرجو أن تكون محاضرة هذا الأسبوع كانت وأرجو أن تكون محاضرة هذا الأسبوع محاضرة مفيدة ومثمرة، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي وخالص أمنياتي الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.